السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعي قناة أجيال أندلس. كلنا متابعين أول بأول. بكرة هتكون تحديد مصير، يعني خلال ساعات خلاص ما عادش في بكرة. الأخبار كتير جدا دلوقتي، لكن هنحط عينينا على بعض التوقعات اللي هتحصل ايه. طبعا التواجد بالمدارس ومصير الثانوية العامة، وزير التربية والتعليم بيكشف المحاور دي كلها إن شاء الله خلال ساعات. اعلنت وزارة التربية والتعليم ان المؤتمر هيكون بكرة ان شاء الله، اللي هو يوم الثلاث 2 ظهرا، هيتم البث المباشر لوزارة التربية والتعليم، وهيكون فيه الدكتور طارق شوقي تفاصيل العام الدراسي كله، تمام. وهنشوف الاجازات وهنشوف الدنيا كلها، وكنا قلنا الكلام ده خلاص يعني من يوم 17 اكتوبر ويستمر حتى 24 يونيو، دي مدة الدراسة، تمام. الوزير اكد اللي هو هيركز على كيفية التواجد في المدارس، مصادر التعليم ايه، يا ترى المؤتمر هيتكلم عن تفاصيل الثانوية العامة، طبعا العام القادم هتبقى عاملة ازاي اللي احنا فيه، المشروعات الكبرى اللي هو قائد التنفيذ، تدريب المعلمين هيبقى نظامه ايه، نماذج بقى للتطوير، نماذج اقتصادية جديدة لتطوير التعليم، إثابة السادة المعلمين وتنمية موارد الإدارات كلها، كل ده هيبقى بكرة يعني أو خلال ساعات. لكن مدارس المتفوقين ومدارس الضبعة والمدارس الخاصة والدبلومات الأمريكية والمدارس الدولية، كل ده هيبقى في مؤتمر تاني مش هيبقى بكرة. هيتكلم برضو عن الإجراءات الاحترازية، وهيبقى برضو في إجراءات احترازية هيجيب معاه طبعا وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي، ده هيبقى يوم خميس. هيبقى عندنا في حوالي 3 مؤتمرات، 3 4 5، التلات اللي هو خلاص احنا فيه هيبقى كله هيصب بقى في اولى وتانية وتالتة ثانوي ونظام الدراسة ونظام المدرسة والكلام ده كله. واحنا بعتنا عشان الثانوية التراكمية، وبعتنا للناس الباقين الاعادة، وبعت للدكتورة ماجدة نصر، وبعت لكذا حد صحفي بحيث اللي هو يبلغ الوزير ويقول له ان في طلبات كتير، واحنا كنا عرضنا الطلبات دي كلها. عشان كده يا جماعة في اخبار كتير متداولة، في اخبار كتير متداولة دلوقتي. يعني ايه اللي بيحصل؟ ان دلوقتي نركز بس الوقت، هل اعمال السنة هتتلغى ولا لا، هنعرف. الدكتور رضا حجازي قال لك مفيش تخفيف للمناهج، مفيش تخفيض ساعات الدراسة، تمام. بس في خبر حلو انا شايفه كويس بس مش وقته، اللي هو اللغة الصينية هتدرس في الاعدادي، بس هتبقى لغة تانية اختيارية يعني. بالاضافة ان الدكتور رضا حجازي بيطالب الاهتمام بالجودة، وبيطالب ان يبقى في حياه روتينيه داخل المدارس عشان يبقى في عندي جوده غايه في السهوله. وقال لك ايه بقى؟ قال بالظبط كده: انما لا يخطط لا يتابع، وما لا يتابع لا يقاس، وما لا يقاس لا يحسن، وما لا يحسن لا يمكن ضمان جودته. كلام بص من دهب. عشان كده الدكتور حجازي قال لك في 3 قرارات مهمين هيطبقوهم: تطبيق اجراءات احترازيه جديده، تقليل الكثافات في الفصول، الدمج بين التعليم عن بعد والتعليم العادي. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هنشوف، هنشوف الكلام ده كله. كل الكلام ده هيبقى قدامنا ان شاء الله في قناه اجيال اندلس، واحنا منتظرين اي جديد في اي وقت. انا عودتكم في اي وقت، اي وقت هيجي لي اي خبر هنعرف. فبكره ان شاء الله الساعه 2 ننتظر كل الكلام ده. انتظر مني اول باول كل جديد ان شاء الله، وربنا يكتب لنا الخير، قولوا دايما يا رب، وان شاء الله خير. كان معكم أسامة رزق، مؤسس أجيال الأندلس، في أمان الله.